مكانه، لكن لا تنشأ الجسور المتحركة إلا للحماية. مثل كنز القراصنة؟ ربما. نيثان، انظر لهذا، السلالم منهارة، لا يمكننا الصعود إلى الذراع. سأبحث عن شيء أقف عليه. رمز آخر. إذن هل تعرف هذا؟ في الحقيقة نعم، رمز آنبون. كان نفوذها في منطقة البحر الكاريبي، ظننتها ماتت بالسجن. هذا ما نعرفه من القصص على الأقل. صحيح. لابد وأن إيفري دعاها أيضا. كن حذرا يا فتى. اسمعها، يوجد برج ضخم بعد الجسر المتحرك، الأضخم حتى الآن. بينجو. سام، العربية. أنت بخير يا فتى؟ أنا بخير. أنت بخير؟ نعم. أيمكنك؟ أراك بعد قليل. سأقرب السيارة. اهدأ أنتما الاثنان، سأفعل هذا. هناك ذراع تدوير واحد فقط. استمر في عملك الناجح يا فتى. ننزل لنعد المحاولة.
برج كبير على بركان. يبدو أن النهاية قريبة. ها هل توجد وسائد هوائية؟ حول الله. لست متزمتا، لكن أنفق إبري الكثير على الأبراج. ماذا كان ليخسر لو صنع سور حماية؟ سوف ألقي نظرة. لم أخبرني بأن تدين إلى أركازار. النصف. النصف ماذا؟ إنه لا يعرف سوى سرقة غانزوي. قيمتها 400 مليون. صحيح، لكن إن كانت نظرية نيتون صحيحة فهناك كنز أكبر. كان عليك أن تخبرها قيمتها 200,000. يجب ألا تخبر شريكا بقيمة العملية. سنعثر على الكنز ونسدد لذلك المجنون نصيبه وسيبقى لنا الكثير. صدقاني. حسنا إذا. أنت بخير؟ كنت في حال أفضل. أخرجنا من هذا يا مرحبا. تماسكا. أتمنى أن نخرج بسلام وأن ننجو من الموت لنعم بحياة هادئة. بهدوء يا فتح، بهدوء. كان ذلك ممتعا. سأخبر طبيبي النفسي عن تلك التجربة. أترى طبيبا نفسيا؟ لا، ولكن سأفعل بعد هذه التجربة. كفى، أنتما تبالغان. كنت أسيطر على كل شيء. تمسك بشيء ما. حسنا، نفير ناجح. نعم، بالكاد أشعر بخيبة الأمل. بالكاد. والآن هيا بنا ندخل. فلنذهب ونحصل على الكنز. لا مرور من هنا. سام ساعدني. نعم. فلنرى ماذا لدينا. يبدو أن هناك شيئا ما هنا. سام؟ نعم، فلنفعل هذا. إنه مغلق. فلنلقي نظرة. هاي، احترس مع ذلك يا فتى. انتبه. قلت انتبه. I'm
من هنا. يبدو متحمسا. يراهن كثيرا على هذا. قادم. انظر لهذا القديس ديزما، تقابلنا ثانية. إذن ماذا لدينا؟ رموز أكثر، وهذا هو إيفري توماس تو، وهذا آدم بولدريدج، هذا جوزيف فارو وريتشارد وانت. قباطنة قراصنة. فكرت في نظرية تجمع القراصنة لم تكن بعيدة عن الحقيقة. حسناً، ما السر هنا في رأيك؟ هل ندفع زراً أو نسحب شيئاً؟ ربما إحدى الأذرع أو لتحاول. اسمع، عندما تنتهيان من العبث بالقديس ديزما المسكين، تعالي وألقي نظرة على هذا. شبه منحرف، واضح أنه يمثل البركان. التاج هذا خليج الملك. لدينا خريطة أيها السادة. فيكتور أنت عبقري. هل سمعت يا نيت؟ عبقري. نعم نعم. حسناً، إن كنا هنا فالبرج يصطف مع رمز إيفري. حسناً، إذن الرموز الأخرى؟ إنها الأبراج من عهد إيفري. أعني لا بد وأن الكنز في أحدها. نعم، ولكن أي منها؟ أمامي 12 برجاً. هي فيكتور؟ ها؟ هل بدأت في تدخين السجائر؟ يبدو أننا لسنا أول الحاضرين. انفجار مشيد! بطة! هجمه! أعتب! إنه كمين! سأتدخل! اكتشفوا الأبراج أيضاً، المواقع، الرموز، الأعمال. والآن ماذا؟ والآن ماذا؟ الآن قضي علينا، لأننا ثلاثة فقط، وبالتأكيد عددهم ضخم ويسبقوننا بخطوة. ولكن لا يعرفون أي الأبراج المنشودة. رائع يا نيثان، لا نعرف البرج. بل نعرف. انظر، إنه مهترئ، إنه مطابق. أنت واثق؟ لأنه قد يكون هذا أيضاً.
دبا. ومع ذلك فإن اثنين أفضل من 12. حسنا، سأفتش هذا البرج وأنت وسولي فتش ذلك. لا 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 لا، رجال ريف يغطون كل تلك الأبراج. بالضبط، ولهذا إن كنا نريد أي فرصة فعلينا أن ننفصل. فلتنتظر قليلا يا سام. إنه محق، البرجان في طرفين متعاكسين في الخليج. اللعنة، استدعينا إن قبلت أيا من أوغاد شورلاين. ها؟ أراك قريبا. هيا يا نيت، يجب أن نسرع. نعم.